برهن الثالث العكسية نشاط دي والدبخي مستقيمان متقطعين في النقطة A كما هو ممثل في شكل جانبه، وعندنا النقطتين M و B كينتميو المستقيم دي و C نقطة من المستقيم دبخي. بيّن أنه إذا كانت نقطة N من دبخي بحيث نقط A و B و M والنقط A و C و N في نفس الترتيب، ويتحقق ما يلي AM على AB تساوي AN على AC، فإن المستقيمين MN و BC متوازيين. الحل كرسم مستقيم كيمر من نقطة M وكيوازي المستقيم BC وكيقطع المستقيم AC في النقطة N'. لدينا إذن المستقيم MN' يوازي المستقيم BC، وحسب مبرهنة تاليس المباشرة فإن AM على AB تساوي AN' على AC كنتيجة أولى، ولدينا حسب المعطيات AM على AB تساوي AN على AC كنتيجة ثانية. بالتالي من النتيجة الأولى والثانية نستنتج أن AN' على AC تساوي AN على AC، وهذا يعني أن المسافة AN تساوي المسافة AN'. وبما أن النقط A و B و M والنقط A و C و N في نفس الترتيب، فإن النقطتين N و N' منطبقين، وبالتالي فإن المستقيمين MN و BC متوازيين كما هو ممثل في شكل جانبه. من خلال هذا النشاط شنو هي المعطيات اللي عندنا؟ عندنا دي و دي بريم مستقيمان متقطعين في النقطة A، وعندنا بي و ام نقطتين من المستقيم دي، والنقطتين ان و سي نقطتين من المستقيم دي بريم. اذا كانت عندنا النقط A و بي و ام والنقط A و سي و ان نقط في نفس الترتيب بحيث نسبتين AM على AB و AN على C متساويتين، فإن المستقيم المار من النقطتين M و N يوازي حتما المستقيم BC، أي المستقيم MN يوازي المستقيم BC، وهذه تسمى بمبرهنة تاليس العكسية. نتيجة مبرهنة تاليس العكسية هي التوصل إلى التوازي. ملاحظة هامة، تستعمل خاصية تاليس العكسية للبرهن على توازي مستقيمين. من خلال مبرهنة تاليس العكسية هناك شرط مهم واللي هو ترتيب النقط. إذن لنرى مدى أهمية ترتيب النقط. لننظر شكل جانبه، لدينا المسافة AC تساوي 24، والمسافة AM تساوي 5، والمسافة AB تساوي 20، والمسافة AN تساوي 6. لنقارن بين النسب AN على AC و AM على AB. لدينا النسبة AM على AB تساوي 5/20، أي تساوي 1/4، والنسبة AN على AC تساوي 6/24، أي 1/4. إذن لدينا النسبتين AM على AB و AN على AC نسبتين متساويتين، رغم أن المستقيمين MN و BC ما متوازينش. نلاحظ أن النقط A و B و M لا توجد في نفس ترتيب النقط A و C و N، وهذا ما يدل على أهمية ترتيب النقط، وبالتالي هادشي علاش لقينا المستقيمين MN و BC غير متوازيين. ملاحظة، في الحالات الآتية عندنا النقط A و B و M في نفس الترتيب مع النقط A و C و N، إذن المستقيم BC يوازي المستقيم MN. بالتالي نستخلص ملاحظة هامة لتطبيق مبرهنة تاليس العكسية، يجب التحقق من شرطين مهمين وأساسيين هما: الشرط الأول أهمية ترتيب النقط، والشرط الثاني تساوي النسبتين. المثال الأول، لاحظوا الشكل اللي عندنا. عندنا AB كتساوي 6 و AC كتساوي 4.8 و AD تساوي 16 و AE كتساوي 12.8. نبينوا أن المستقيم BC يوازي المستقيم DE. الحل عندنا نسبة AB على AD تساوي 6/16 تساوي 3/8، والنسبة AC على AE تساوي 4.8 على 12.8 تساوي 48/128 تساوي 3/8. إذا نسبة AB على AD تساوي نسبة AC على AE، وكنعتبروا المستقيمين AB و AC، وعندنا النقطة D كتنتمي للمستقيم AB والنقطة C كتنتمي للمستقيم AE، بحيث النقط A و B و D والنقط A و C و E في نفس الترتيب حسب الشكل، والنسبة AB على AD تساوي نسبة AC على AE. إذن حسب مبرهنة تاليس العكسية المستقيم BC كيوازي المستقيم DE. المثال التالي، لاحظوا الشكل جانبه. عندنا AE كتساوي 5 سنتيمتر و BE تساوي 8 سنتيمتر و EC تساوي 12 سنتيمتر و ED تساوي 7.5 سنتيمتر. نبينوا أن المستقيم AB كيوازي المستقيم CD.
المطلوب في هذا السؤال هو البرهنة على توازي المستقيمين AB و CD، وبالتالي غنطبقوا مبرهنة طاليس العكسية. إذا نشوفوا شرط تساوي نسبتين واش تحقق، عندنا النسبة EB على EC تساوي 8 على 12 تساوي 2 على 3، والنسبة EA على ED تساوي 5 على 7.5 تساوي 50 على 75 أي 2 على 3. إذا النسبة EA على ED تساوي النسبة EB على BC، وبالتالي شرط تساوي نسبتين محقق. نعتبر المستقيمين AD و BC، لدينا النقطة E كتنتمي لقطعة AD والنقطة E كتنتمي لقطعة BC، بحيث النقط A و E و D والنقط B و E و C في نفس الترتيب حسب الشكل، ونسبة E على ED تساوي نسبة EB على EC. إذا حسب مبرهنة طاليس العكسية فإن المستقيم AB يوازي المستقيم CD.